هذه المجموعه اللي صراحه شحال وحنا كنفكروا اننا نديروها هذا العام. كانت عندنا فرصه من بعد بحث طويل والدراسه، لان كان خصني ندير مجموعه كتحمل البصمه ديال بلادي. البصمه ديال بلادي شنو هي؟ هي واحد المجموعه ديال الاثار، ديال التراث، ديال باتريمون ماروكان اللي انا بغيت نجسدها في هذه المجموعه ديالي. شنو هي هذا الباتريمون؟ الزواق ديال الخشب، الزواق ديال القابس، الزليج المغربي، توسكي عنده علاقه بالصناعه التقليديه او بالباتريمون ماروكان، هو اللي حاولت نوظفه في المجموعه ديال بريتا بورتي. المجموعه كانت متكونه من 100 بيس، من 100 قطعه. كانت فيها مجموعه من الالوان، مثلا الابيض بالاسود، كانت فيها الاورانج، كان ايضا الغوز، كان الفيغانيس، كان الاسود طبعا غالب على هذه المجموعه. وطبعا خدمه المعلم كانت حاضره بقوه في جل القطاع، لان كما قلت لكم الهدف ديالنا كامل هو اننا نبينوا الصناعه التقليديه في القطاع المغربيه ودولي المراد اللبسه بسهوله ونتانسبيراو من بلادنا. وطبعا ما نساوش باللي انا راه وظفتها في القطاع اللي كتحمل قصه عالميه بحال جاكيت، جيمسوت، الكورسي، توكسيدو، المونتو. دونك هادشي كامل وظفته، علاش؟ لان الثقافه في بلادنا راه مليئه بالثقافات. هي نقدر نفوق على التصاميم العالميه لانه فيها واحد اللمسه مغربيه اللي هي حتى في القماش ثوب مطبوع بنقش مغربي، فكاين شويه ديال الزواق، كاين شي حوايج اللي مصمم عالمي صعيب عليه يديرهم. الوغ روميو بما انه مغربي تفوق عليهم بهذه اللمسه هذه. نقدر نقول لك حنا دائما كنقلبوا على اننا نتفوقوا على نفسنا ونزيدوا القدام ونعرفوا اكثر بالهويه المغربيه. واليوم حضرنا لواحد الحدث مهم لانه روميو دار واحد الهويه جديده اللي هي البريتا بورتي اللي حنا ممكن ما كنديروهش بزاف ولا ما معروفينش به بزاف. دونك حل واحد الباب اللي نتمنى نشوفوه اكثر واكثر.